من ضمن الأسئلة أنا سألت في الجامعة الأمريكية، ده وفقا للكاتب، وقالوا لي ما بقتش موجودة حاليا، موجودة اتش ار في الأكاديمية البحرية، ممكن أخدها، ولا الأفضل هيومن كابيتال سيرتيفيكت اللي موجودة في الجامعة الأمريكية على حد اعتباري. خلينا أعمل سيرش كده معاكم، اسمها ادفانسد اتش ار دبلومة اي يو سي. خليني كده أهو، أدي جوجل أهي، ظهرت لي أول حاجة ادفانسد اتش ار سيرتيفيكتس، فبروجرامز ادفانسد اتش ار بيبل اند اورجانيزيشن. على فكره ظهرت لي موجوده دلوقتي، يعني عملت سيرش ظهرت لي، الله اعلم هي اتغيرت ولا لا، ولكن لو اتغيرت خلاص ما فيش مشكله، ممكن تدخلي اتش ار دبلومه في الاكاديميه، هتكون بديل لذيذ وكويس، واسم دبلومه برضك افضل من سيرتيفيكت. انا عارف انها ممكن تبقى سيرتيفيكت وهيومن كابيتال وما اعرفش ليه، ولكن السيرتيفيكتس موجوده كتيره في الجامعه الامريكيه. ابحثي اولا، اتاكدي من معلومه ان الدبلومه ما بقتش موجوده في الجامعه الامريكيه، لان انا عملت سيرش موجود، الله اعلم ممكن تكون اتغيرت، لان لحد اعتبرهم قالوا ان هيبقى فيها تطوير، لكن هل هيلغوها؟ لو مش موجوده ادخلي الاتش ار دبلومه في الاكاديميه البحريه، وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير باذن الله.